اتيري لي حكي اتيري اخوي ايوب راك عارفني هنايا ما شي تامر مولي في الراحه بغيت ها خدمني الوالد ما نجحش اخبار الوالده مريضه ياك اخبار انا كامل وانا كنعاود انا غندوز عندها والله تسعد شوف اش جاي شوف عيطت لي جيت عندك خويا الوالده ديالك الصراحه ضريفه دريويشه هكا فكرتيني شنو مبروك النجاح اخويا ياسين شاف واتساب كنقراو خدام في نفس الوقت راك عارفني هادشي باش كتعجبني مبروك النجاح اخويا وان شاء الله العام الجاي جرحتيني ما لقيت وي ياسين تبقى صاحبي ترى باقه صغيره تبارك الله شحال من عام هادي تعدى شي 13 ولا 14 عام صاحبي باقه صغيره لا انا مالي انا مالي عجبتني تبارك الله صغيره انا ما سوقيش تراك مسطي انت ولا مسطي بالله علاش شي باقه صغيره صاحبي واش غتمشي للحبس نمشي على ود الحبس ماشي مشكل واش بغيتي تبدل عجبتني وحق واش ديما صاحبي عندك مرقه صغيره الدار صغيره اش صاحبي هما اللي فيهم النفعه صاحبي ما بنادم كبير يبقى يدفع لك العار علاش تقول لا باي بقى لا باقل ياك ويلي ايوا واش نقول لك تبارك الله صاحبي الزين كامل في 10 عام 10 عام الزين كامل صافي تمشي تشوف فين ساكنه لا غنمشي نشوف انا فين ساكنه نتلف دابا دخت وليت عايق بك السير احضر راسك السلام عليكم بغيت نسول السول علاش نتي سوال ما عرفتيش يلا صباح وش عليك ياك شحال عمرك 14 بون تزين كامل 14 عام عادي واخا بغيت النمر ديالك عنديش ما عندكش تليفون واه فيسبوك ولكن كنكونيكتا مع ماما ولكن اللي باقا عنده فيسبوك راه قطيع شويه لا دارنا ما جراوش ليا تليفون حيت باقا صغيره واخا نشتري لك ان شكرا امشي عند النيت ديالك 19 داز داز ماشي مشكل نعاودو نقربوها ولا شي شباب لا شكرا اش ما فهمتش بوحدك هنا سميت ماما على شكون جاي واش حصلني معاك دابش ناو من الاخر عجبتيني وحق الله دابا انا نجيك من الاخر ايه انت عجبتيني ياك وماش عارف انا كون عجبتك ولا شي حاجه بحال ما كمان بغيت تكون بيات شي حاجه ولكن انا عمري تفرق وغاش تكون اول مره واخر مره معايا انا ديالك وانت ديالي ما عرفتش نشوف ماما تسولي ماماك واش من نيشان علاش باقي تشاور ماماك فوق التخربيق هذا عادي واخ اش خايلي فيسبوك ديالك ياك وصافي غندوي ونتلاقاو انا مكواني نسكن ندير الروب لو هون وعلاش الباسبور كايل اول هدا لو هون حيا ما عرفت شنو غادي ندير عمر شي واحد جابو معايا بحال هكا ما عرفت دابا خفت نقول لماما وتغوش عليا ولا شي حاجه مصايب ما عرفتش شنو غندير فهادشي ما كتور راسك واش واش تسطيش انت ولا شنو وراه كنفكر ما بقيتش مع من دول مالك مالي والو الصراحه توحشتك وحق الله صيفط لك بها مساج في الفيسبوك انا داوين 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 شويه وتتناسي وراه خدات لي ماما التليفون مشاكل خاصني ندوي مع ماما كنت شي وحق الله وراه قلت لك ندوي معاها قلتي لي اش غندوي معاها قول لها روحي واحد الدري ولا ما تقولوش لي انا باقي من واش على الزواج ولا شي الزواج ما لنا قلت لك دابا تجي تزوج بيا انا غير قلت لك وصافي دابا شنو درنا دابا قلت لك شبغينا ولا باقي شويه ياك اول فقير ما عرفتش حيت عمر طرا لي فهم وانا كنموش عليك الصراحه حيت ما عرفتش بغيتك ما عرفتش انا ما بقيتش فاهم كيفاش تقلبش ما فهمتش حق الله زعما عرفتش غنوقف هنا حيت الشمس ضاربه لي في وجهي سمعتيني دابا شنو دابا نخرجوا شوف ماما اتقول لها شي ماما نقول لها ماما واش نقدر نخرج ما تقولش ليها معايا ياسين ولا شي حاجه نقول لها نخرج ما صاحبش صافي ايوا المره الجايه نجيو لك دور راسك غنتخاصم من اول مع من بغيتي ما بغيتش انا حبش كون كدور راسك تسطيات ولا شي حاجه مالي تسطيت راك انا غير قلت لك وما عرفتش بحال هادشي دابا صافي صافي ندوي في الفيسبوك عشان في الليل الا خليت يوم الليل اللي نتلاقاو في الصباح راه كنتي عارف السلام يلاه سلام مشيتي سلام الكب غير عبدي ناد معنا دغيا كنت شي او حق الله دريت صغار هما وك تفهمش انا سلام
انا مقلق عليك صراحه. علاش تعطلتي؟ قربي قربي شوي. قرب انت. قربي قرب انت. تعالي وكع. يلا كع. قولي لي عزك العاب واش عارف تلعب ها بلاي ستيشن؟ كنلعب صراحه بلاي ستيشن. واعر ولا خر وايل عم شغل لعبه في الدار. الدار واخا صافي. كيفك تلعبي باش؟ تعزك شو اللعبة يا أخي؟ كنلعب كل شيء. كل شيء؟ اه. صافي العب كامل على حد دوم كامل. اه واخا. صافي؟ ونجيبوا لي شيبس ونجيبوا السقاط أو ناكلهم. ها آه. يلا مش شو اللعبة الدار؟ دابا. شغل شو اللعبة دابا؟ وصافي ما تبقاش تبكي، انتي مالكي؟ واش هذا الشيء اللي كندير فيه أنا دابا؟ راه عمري درت شوية ياسين. لعب بلاي ستيشن حتى قال الالعاب. واش لعبنا؟ شنو لعب؟ راجل ومرا. صافي ما تبقاش تبكي. شنو نقول دابا انا لماما؟ برا راسك انا سوقي. دابا ماشي شويه برا راسك. بيناتكم اصلا ما عنديش ما نقاصلي عشان باش دير بالك. انت اصلا بقى صغير صغير مني بربع سنين. واش انت مريض؟ انا غادي نتصاحب معاك نمشي. شوف شحال قدي غادي تواسيني ولا غادي تجي معايا؟ فهمتي؟ انت اصلا بقى مينوره. صافي بقى شي كتوب بزاف. انا دارك. جري نوضي. لا ما بغيتش نوضي. وهذا قدام الدار بغيت نبقى بارد. وبقى جالسه. خلاص ما تعذبني وروح خير انساني كانت رجال. ايوا فين كبرتي؟ اجيت هي مسعوده. علاش كنشوفك مع واحد البراوش كدور معاه؟ شنو بينك وبينه؟ قالي تصاحبي معاه. تصاحبش معاه؟ اه وليش قد دقت صاحب؟ كنت نجي وليش كنت عارفه تصاحب شنو هو؟ وعادي وعادي. وصلي خشي على دار ماما كنعرفها ان شاء الله تلقاي الخبر. وصلت لماما كلكشي كيشي ديالي بنادم كبر. ما عرفتش شنو بغي نقول لك. جوج كلمات ما عنديش لك وقت اصلا. مزيانه ملي كندوي معاك دوي معايا بشوف فيا مزيانه. اولا كبر منك ومدوز عليك شي حوايج انت باقي ما مدوزهمش باقي ما سامحش بيهم ياك. ثالث حاجه اخر حاجه غنقول لك غتعطي اتساع لبنات الدرب ديال هنا مزيان حيت انت ما عرفتش منين جيتي منين جاي وبانوا لك غير الدريات الصغار. يلا سميك راجل دايره مع شي وحده فلاش ديالك اللي ما غتقاولكش. صراحه جا جاب شي روح عبد الله. ويلا ولدي قدك. جيت عشان نويا كنت ولا صحاب. الله يا خويا ما كاينش حشمس. شوف جوج كلمات غادي نقول لهم ما نعاودهمش وخصوصا واحد الدريه سميتها آية. آية 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 فكان جبد لها ليس فكر جبتها على خاطرك مع عندي مين. آية عرفتيها هذيك؟ هذيك ما صاحبش الروح برا امها قبيحه وما بغيتش نشري للدريه صداع على ود موسخ في حالك. لحد الان احترمك ياك. مش احترمنيش اخويا جهدك دير ومش احترمنيش. صافي اصلا انت منين جاي؟ منين جيت اخويا؟ ما نسوقكش انا منين جاي ولا مش منين جاي. صافي الوشي معايا سمعت الهضره اللي قلتي ليا. السلام عليكم اخشي وعطيها هادشي ساعه غتلقاني انا وياك في المحاكم ان شاء الله. مرحبا ماشي مشكل. دابوك خبارك عارف انا ما كنزقلش. ياسين اش بقيت تمشي للحبس هادشي؟ ماشي مشكل ماشي ولدي. شوف بنت لي واحد الدريه اخرى عاوتاني في الدرب اللي غنمشي نقصد دابا نجيك من الاخر. شنو هي الدريه؟ اسمها شهيب. هذيك مازال شاب هذيك يعني. انا اي واحد كتبان ليا خاسره يعني غنمشي غناكلها دماغ. باش دير في بالك هذيك هي تاكلها في دماغك؟ ما عرفتش انا نقول لك اصاحبي هاي اللي ما منطحش. انا غنمشي نشوف وغادي نشوف غنجرب حظي وصافي. كلشي كيدوي عليها ياك؟ حق الله مزياناش؟ اه كيقولوا ايوا عقل هذا اللي قلت لك وانا مبين لك مزيان عارفك كاين وصافي. عرفتي تجي عندي تقول نعرفك كاين نوك تصاور انا كاع كيحضي راسك باش خطوه وليدي. انا قلت لك نخليك دير فاهم بخير الحمد لله. ايه بياض ممكن توقف شويه دعني حالك. صراحه عجب شي وحق الله ساليشي معايا ياك ساليش معاك تشم سالي معاه شحال هذه بعدا ياك؟ اه بزاف. المهم اللي نطولوه نقصروه الصراحة انت كتعجبيني غديري معايا الشاوية ديال الخير ان شاء الله يكون خير. صافي
شوف فيها علاش انت زوينه بحال هكا ياك شتي علاش انت زوينه بحال هكا واش انا سولتك اش غدير؟ اه فيسبوك فيسبوك داك عندي كندخلش فيسبوك فيسبوك قدام وعرفنا قبيله ما تدخلي فيسبوك تباسي النمرش باش ندوي معاك شتي مثلا انستغرام تبرمجي ياه اول شيء اه ولا ممكن تكوني كاش ولا المهم المهم خليك دا تهلاي فراسك سلام تعطلشي شي واحد الغرض دغيا ياك اولي دفهمش وحشك وحق الله ياك وحشك بخير هذا هو الجواب اللي كيجاوبوا الناس الناس مصوابين كيجاوبوا وانتي ما مصواباش اه لا عندك ديك الناس مصوابين كيجاوبوا في حياتي اه بون دابا جانا في الهضره اللي قلت لك البارح في الانستغرام صافي 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 باغي يشكر انا هو الحلال ولكن عاوتاني فهمتي خاص واحد يتعرف على الدريه اللي غادي يتزوج بها وكمل معاها حياته تعرف تعرفوا؟ احنا كنتش عارف السميه والعمر داك الشيء راه كامل عرفناه ولكن بغينا نفهم شي حاجه اكثر نتقربوا لبعضياتنا كاع عارف شنو مال اه شنو كيفاش صح لي وتصح لي اشنو في الجوع انا كلشي حاجه في الدار يلا يلا شنو طاكوس ما كتشوفهاش ما عنديش من طاكوس كيدورنا وحق الله دابا شنو هادشي معايا للدار اهلي كيضرك ها كيضرك طاكوس ما عنديش معاك ياك شنو معايا للدار والله شكرا بزاف ما كنتيش انت ما نعرفش لا والو شوف والله شي جاب فوا سلام شكرا بزاف لا ما عرفتش دابا ما قدرش يفرط على شي جيبوا لا صيفط عليا واش هو يقدر عاود دابا مره نديرو مسلسل يلا نحيدو باش شي شوهتيني علاش تعرفني باش مشوهاني علاش كتعرفني باش لحقت تصاور ومدتي الشوه مع الدراري انت دويتي علاش درتي الشوه حتى الدريات كامل تشودين شود وانت ماك سوقك كيفاش ما سوق يا بنت جيران هذوك اصلا ماشي على قاديش بنت جيران كامل تشودين شود كيف ما درتي شي واحد فيجيب الله اللي يدير لك وهو جاب لك الله صافي اما كتصحى بحال ماك لا انا بحال هكا وكشا صحابي غتاكل لي عقلك شبيك بالايه انت هي اه قلت لك دابا شنو بيني وبين ايه اي دريه غتبغي تضحك على بحال هكاك غيجيب لك الله اللي يضحك عليك تولع على بناتك وايه راه دواش معايا ليك النهار صحابي انا موحشه فيك غتجي تدوي معايا غندوي معاك دواش معايا ليك النهار وانا اللي درت معاه هادشي كامل اوكي هذاك خونا اللي قلت لك تضحك شي معاه وداك الشيء مال ضحك عليه وضحك قال لي اجي انت لو الدار وداك تخرب وخرج ركع تصاور ابا تصاور عرفش عرفش دابا شنو بغيتي تشري لك بلان اه ومشي لك انت اللي كنعرفك هنايا ومشي لك كتفهميني اصلا ابار داك الشيء انا ما كنبغيش نضحك على الدريات وداك الشيء فهمتي يعني بحال هكا نقدر انا فهمتي انت دابا بغيتيني غناخذ لك نتي راك عارف ولكن بغيتيني انا نشدو نقاسمو في الزنقه تاع عارف انا راه عارف اللي كاين داكشي شوفي انا عارفه ليك البلان دابا ياك غندوز وحده وانا عارفه هو كيوقف عند الدريات فهمتي هو غيسحب معنا كنبان صغير غيسحب شي وحده صغيره اه فهمتي غندير في بالي بحال فهمتي غيلعب ليا بعقلي وهادي وهادي وامشي وغيقول لي يلا نتحرك ونمشي وهادي ونقول ليه صافي نمشي شو ما غنفري لك بلا ما صيفط لك التصاور شتي تشوفوني على قاص فهمتي صافي لحقتك كوني على قاص بارطاجي شتي بحال اللي كنبارطاجيو افلام صافي صافي يخليك يلاه سيركم ما كنتيش انت ما الله عارف من لا صاحبتي كوني يعني فين تعرج بالراحه بحال ما كاين والو شوفوا هذا الشيء هو خرج لينا من الجن هادشي اللي كاين انا نعيط لاي طلب منا السماح صافي عيطي له الو اي خرجي خرجي من داركم انا واقفه حتى يا بالي دابا علاش تغبنوني يا ايش عرفي نشوف حبيبتي و سلام شكرا لي ما تخون يلا بالي ها هو تشوفي بالي اي سمحي لي علاش تصبح سمعك شي كامل درت انا بقى صغيره واحد الدريه خاف منها
صافي هيبه مابقاش عصبي فيك. اسمحي لي انا سمحت لك ودوك التصاور وديك الشو اللي دار شي كلشي غيتنسى. ما تقدر تمشي تنساو انا نساو ولكن الناس ما غينساوش. خطا ما بقاش نعاود عمري نبقى نعاود. اسمحي لي بزاف طلب من التليفون. اسمحي لي انا ماشي مشكل. اسمحي لي انا تسمح لي بسلام. كيف ما كان الحال ربي ويفهمنا ده الغرام.